عمدت فرقة قمع لإجرام قسم الشرق بأمن ولاية الجزائر بتكثيف الأبحاث الميدانية والتقنية التي كللت بوضع خطى محكمة أفضت إلى تفكيك شبكة إجرامية منظمة يمتد فلولها إلى غاية حدود الشرقية من التراب الوطني، متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و55 سنة. تمتهن هذه الشبكة النقل وتخزين وبيع المواد التبغية ذات المصدر الأجنبي بطريقة غير شرعية. من خلال عملية التفتيش والمراقبة تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المواد التبغية المهربة، قدر عددها الإجمالي بحوالي 73 ألف وحدة من مختلف الأنواع، إلى جانب 5 مركبات نفعية يستغلها الفاعلون في تنقلاتهم، وكذا مبلغ مالي يعد من عائدات النشاط المشبوه.